تتميز إمارة الفجيرة بكثير من المعالم التاريخية والسياحية والتراثية. واحدة من أشهر تلك المعالم قلعة الفجيرة التاريخية، إذ تعد واحدة من أكثر القلاع فرادة بين القلاع والحصون المشيدة في الإمارات. بنيت على ربوة عالية في منطقة الفجيرة القديمة، ويرتفع بناؤها إلى نحو 20 مترا عن سطح البحر لتشرف بهذا الارتفاع على البحر وكل المدينة، وتبعد نحو 2 كيلومتر من ساحل البحر. تتكون قلعة الفجيرة من 3 أبراج دائرية وبرج رابع مربع وبناء طويل ذي مقطع يشبه البرج، وهذه المباني ترتبط بجدار بين الأبراج مكونة قاعة مركزية في الوسط. بنيت القلعة من المواد المحلية، اشتملت على الحجر والحصى والطين والتبن ومادة الصاروج، وقد أجريت دراسة كيميائية تحليلية أثبتت أن القلعة بنيت في الفترة ما بين 1500 و1550 للميلاد، وعيد بناؤها في الفترة ما بين 1650 و1700، وكان أول ترميم لها في العام 1925، ثم في منتصف الستينات لانهيار البرج الشمالي والمربعة. وفي 1998 وحتى 2000 قامت إدارة التراث والآثار بترميم شامل للقلعة وأبراجها، واستخدمت في الترميم ذات المواد التي بنيت منها القلعة.